دينك إسكب بحسن إلهي بكبدا وأسهلا حدوس دينك قاطع وسلي هاي تذكر حوله سترى كل نصاء وهجرين إلهي كما جدا وكل من يقفقس وأنا واحد أروح حق الناس أنا كل ما ته وعاوى هذا لما تأجور تاده نوى كحب بسنته وصلوات يصون عبادة وحال الله اللي قوسي دين ما إلى تشارى دين كسكا بحصة دعاء الخوف من الشرك وعباب يهي دعاء لا أخرسته الخوف من الشرك بغدين تشرك يا لغبق أيوه خذو غفو كبقه شرك إنه قد عود دعاء وأخرسنا يا محيط هاي اللهم إني أعوذ بك الله أني وحن كامقا قليا أن أشرك إن كلو ذاتي بك أذيك عدك لي وحاب دار له عبادة ذاتي عدك لو مخلوق هذا إن كلو ذاتي الله وذيك أن كان مغنق لي أهنت أنت عليس كيدو لأجي وأنا والحال أنا أنيقنا أعلم أن مكة أغهي وأستغفرك الله دنب داف بان كوي دي سميا لما شينت شيبا دنب داف كوي دي سميا لا أعلم أنيق أن أغين وحي إلى دعا وعقيدة دعوة عقية سنكر إيمان كيغا إسلامك أقولنا أنا أولهين أبيننا إلهي بك السامح وحي أنيقو قرانا يا أقوم له أبنى إن أذيك شركي كوسم إيو إلهو أدن كامي كان قاعدين طاعين كاس فكحديثك نبي صلوات الله وسلم عليه وطولها يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك بديه شركك كعب صدا شركك كبقى فإنه أخفى من ذبيب النمل شركه وكقرصونان بدنيه قرانشو دقح صلحه هبين قد عرا وهود أيو كسعطا سعط كذا شنقديسة مغلي ميسي وهبين كبا قد عرا ورد دأي ودقح سنان بي كسعطا سدا سكة فضوط با شركه إذيسه وقال يا ابن نبي عليه الصلاة والسلام حد أبو حقبضا يا إسلالين أبو حقبضا يا أقوم أبو حقبضا أيها لغاو مارمانا قفكنا وإياشو شركة سوقة بدادو وآيه وآد وحو خطر وقفو عمل كيسي الدنيا آخر دعوة ونقيستا أحمد بحديث كورينيا وأنا حديث درجة ديسو أي صحيح تح الدعاء لمن قال بارك الله فيك الدعاء دعاء اللو دعيه لمن قفك قال يلاه بارك الله فيك الله كبركيه هدو قفك يلاه إلهي كبركيه حاور ميسا وفيك بارك الله أدنى إلهي كبركيه فجوابت سادع النساء حديث كاس وهل سنن قدن با سو ساري ابن سني با سو ساري وان حديث درجته سو اي صحيح تاي وحديث قوها عائشه رضي الله تعالى عنها باثر كان اسكله وحيث الرسول كالهه صلوات الله وسلامه عليه ايا وحا لو سو هديهي حدا ليد ما نيف اريا مركاسا رسول هو يري نيف تا اريا قلو عدتي ثقيبي مركي ان oo khaadimkii soo noqday neefka cadkiisa qayb qayminayay ayaa dal idma iyo waxaan idin maxaydadku maxay yiraahdeen markaas waxay dadku leeyihiin barakallahu fiikum allah idin barakeeyo ana waxaan ku yiri wasiihim barakallahu ilaahay iyaga dhexooda ha barakeeyo marka oo jawaabta caynkaas aan u celinayna ajarkina waan leenahay jawaabta caynkaas aan waan u celinayna marka qofkii adiga waxa weeyaan ساكو قدعي أنا ساكو قدعي سو أي الله شرع مكعديس وعلى قفها ما يهدي لها إلا قاطو هدي ليس سيئة وحاسنا إلا قيب قيبينك ولا بحينك ريضنا وجيرانك يا أصحابك درس كلا سينك وشي فنان صمع الله ما لك أنت قرن ما يوحي ترى هذا هدي يدا لما بحيه موجب لك كان كلي لكن دي انت نوحا قصوغن وحي لقوسو هدي يو إنا بحينك رتو أولي انت قيب قيب سوى درس كي أصحابك صاحب هذا عضو قيبين كرتو وأنا آثر كاسي وآثر صحيحة دعاء كراهية في الطيارة وحو الدعاء وحو بابي هاي دعاء دا لقد دعاء يستوه يعني كارت الله آخريه كراهية في الطيارة كراه هذا وشرعه النعي ينعيد للنعي وحيا لها باسيسك إنسان عدك يا باسيسك إيوح لباسيستوه وغفق وحشرا يستوه ووحاس الشر بيكو ينقفق يرادو ويان دعاء دا لقى آخر صنيه اللهم الله لا طير شمبر ماتشيرو عربت اصل كذا شمبريكا بس سجرين لكن منك وحا باب ودعا وحكا استوقفوا شركا دكتو شرايستو باسيستو لا طير وحلا شرايستا ماتشيرو الا طيرك وحي اذيبو الله اذ شر انو يهي الشيك تمو يعني وحويان مخلوقات كان وح هذا الادماء النافعية برخية ماتشيرو وحي اذيبو اذ نفعي وحي اذ شيك تمو اذيبو دباتو انو وحي تليه هي مو يعني
ولا خير خير مجر إلا خيرك خير كاغم ويانه ولا إله معبود حق لوعابد مجر غيرك عديد آنهين مجروي سيدا أوجد أمرك طيارتي باطيسك وهو عن ماها حديث كدر جديس وحديث صحيح أوهياء دعاء الركوب وحبابي هاي دعاء ذا قفك مكو وحفوره وقاريد أما قاري أما أول أما فرس وقفك فوره دعاء وخر سمايه بسم الله إله المقعيبا قبل آبيا راعد قاريد كان راعي وفوليه الحمد مهد لله الله إسكاله سبحانه وحا حمودا كوفا وناغلا إسكاله الذي الله سخر لنا نودي بيري ونوس علي هذا كل راعيه وما كنا له مقرنين يعني ما ننهانه كوى أبوذة وبا قوله هدى إلهي نودي بيريين وإنا أنه إلى ربنا ربك يحقي وأن لمنقلبون أي لراجعون إليه ربي حقي وأن أنقوننا آخر أي حقا أي آيه يوكس ليسا يهي الحمد لله إلهي وما هد إسكاله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك الله الرحمة أذيك كوفا قبقي نقصاني يا عيونا قلنا أذيك إسكاله اللهم إني ظلمت نفسي الله أنه نفتي ديبان دلميي فاغفر لي الله إيدا بداف فإنه أهنك وحويان لا يغفر مداف والذنوب ذنوب مداف إلا أنت أذيك موياني عربنا بطالب بحديث كورينية ترجدس أبو داود وصوصاري الترمذي وإن حديث صحيحة دعاء السفر سفر كالدعاء الله أخرسته صدح جرب وقف قرانا يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك الله أن نوحنك سؤالين في سفرنا سفر كيغي صعب كيغي هذا كما البر سمفلئي وناغ ودنبانك ويدي سنين أما خير بانك ويدي سنين والتقوى لك عبسي ومن العمل عمل كحقي سوحنك ويدي سنين عندما سفر كنا هاي ما ترضى وحاك لك تهيان قدق النو اللهم ألو هون إبياريه علينا الله أننا نوسه ونود إبياريه سفرنا سفر كيغا هذا أو كنا وطوي الله نوسه الضوء عن وطوي الله نقضب عنا حقا إلى بعده إله فقانشيه سنقضب سبحانه وتعالى وطوي عنا وحرسوله قدش إذا صلوات الله وسلامه عليه سفر كان إله نقضب وحاول نقضب ونقضب غير وحي معرفتي كين كرا سفرك معرفتي وطوي عنا نوص وضوب بعده مسافدي سفقنا إله نوص وضوب ونوص ودويه معنى وعينك قد مسافر فقط بغلال كيلومتر يتاي إله نوص وضوري صعب كيغو سفر دو وساعدة دو وكبان الموغدك اللهم قال لو أنت أذيب الصاحب في السفر سفر كآنو صعطب النهي عدا نلتشرته هذه يقول علي نقورها يسير لازم كالنقوة نعرك يسير نمغل يسير علمي يسير نقرأ صوتها وعديك والخليفة أحد كآن كذنّي من يكاك صوتك نود بمرايا في الأهل لأهل كعيدا نود بمرايا سنة وعديك قيسسك إيا مالك إيا قريه يدكينا عديك أنو إله نود ومرايا وأنو كذنّي من نو إلى رميا اللهم إني أعود بك اللهم أنه وحان كامل قليا من وعثاء السفر سفر كدباتي سام هي مشقة وعثاء معنى مشقة مشقة سفر كان إله كامل قال يثبي يوم وكآبة المنظر يعني مقال حبا الله كامل قال كآبة المنظر كآبة وحقاف حن مقال حن إله إن الله كلمه أيان كامل قال ربي يوم وسوء المنقلب سنقض حن إله وكامل قال في المال مالك يعانوه ما دمر كان سنقض وحن والأهل أهل كي قان قلنا ضف أفساس أرنا مقصير بحيو وإذا قرتي رجعوا صلى فقالهن كلمة ذها سوقفك أرميا لقبل الله أكبر إلى لرسو دار في المال والأهل قالهن كلمة ذها سوقرميا وزاد وحكوك الرنيا فيهن كلمة ذها آيبون أي نحن أنبو نحن بلو قدريا فعل بلو قدريا نحن أنبو آيبون وان النقونينا وخير بان النقونينا تائبون وان وتوبت كينينا من الذنب ذنبنا وكتوب كينينا عابدون أي مخلصون عبادة أسافية لنا لربنا ربك أيوه حامدون إلهي ما نمهدنينا على ما أنعم به علينا
حامدون إلهي بأن مهدنينا على ما أنعم به علينا وحن ونعمي. وإذا رجع قالهن وزاد في آخرهن فيهن آيبون أي نحن أنبو آيبون ونقنينا معنى راجعون بخير خير من لنقنينا تائبون وتوبت كينينا من الذنب ذنبنا وتتوب كينينا عابدون أي مخلصون إلهي من أسافي لنا لربنا ربك اليوم أي أن عبادة أسافي لنا حامدون ونمهدنينا على ما أنعم به علينا وحيئون ونعميي وبرواقانا ربك اليوم ومهدنقينا. حديث كان مسلم بصوصاري والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دعاء دخول القرية أو البلدة. وحا مؤلف باب كان قضاها اللياء وبرسل نصافة قبل عدمانيا أذكارت أي ذكرها لباب غلي السديرات باب تضريها سغاشنات وعوانك سويهي وحباب إيهي دخول دعاء دخول القرية قرية إيه مدعال أمرك اللقرية دعاء الأخرية أو البلدة أما مارة البلدة إيه بلد مثل القرية مدعال إيه تول أمرك القرية دعاء الأخرين إيه. اللهم الله رب السماوات سماواتك سموينك ربك ودع له أهايو السبع تضبضع يوما وحا أضللنا أي هرين يان وحي هرين يان أرلضوا أدياء الإدماء كسر يان وإنه أرلضي يو رب الأرضين أرلض يدولك السبع تدوضع ربك سأله أهايو يوما وحا أقللنا أي سيدان وحاله اتشدا وحا أرلضوا أي سيدوه مخلوقات ورب الرياح دبيلها أحد كربك ودأهايو يوما ذرينا دبيله وحا أي فردين أيان وحا دبيله فردين أيان ودبيلها أي وضعنا سحر الله سعر أليه ربك سأهايو. أسألك وحا كويدي سنيا خير هذه القرية مذالة إيتولة خير كيرا كويدي سنيا يعني سيق ليوه وخير أهلها أهل كذا خير كي سنوان كويدي سنيا وخير ما شيء خير كي نوان كويدي سنيا فيها قرية قده ركسغا. وأعوذ بك الله وحن كامل قليا من شرها شر كذا يا وشر أهلها أهل كذا شر كيسا يا وشر ما فيها وحكو كقدة شراء شرعة انت وإله وان كامل قليا. صحابي حديث كورنا يا سهيل ابن سنان الرومي رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كان حاكم أي سو صاري وأن حديث درجة سو أي حسن تهاي معناها مرت كتير وحويان قفك مركو مذالك جلايو مذالك أمدو يقانوه رو تكتير هن نقطو مدو منك كعسو بيها ومانتا يقوه الرئيسو معاوة يقوه الرئيسو هن نقطو إنه دعاء آخريو إلى هاي وحوك حفظين يا وحالا وحن مدالاذا كنا والذي يدوني شركو ذا وحالا ألقى وحالا وحي كنا والذي يدوني خير كودنا إله ووافجنا يا إن شاء الله. دعاء دخول السوق وحباب كني أبابي يهي دعاء سوق مركا لقليا لأخريا وحدوكتهين السوق يدو وميلها أماكنت أرلاذا دوشي ذا وميلها إلهي يقول نعبي هاي ملك ميلها إلهي يقول شعليا هنا ومساجدة السوقيادو صبحي شياطين تواغو مركو بريوه تكسو فرافان وعلى مدو ذي كتاتان ويسوي مادان ومسائبية ومشاكلات فربضان ودن باقدعا سيداو قد باضتكو انت حسك الهي لغو حسا يماشا ويرته ووحا بضان لغوغا يخالتك يقفك اكو بضان يبانتا ماشا مركا الهي ذكري سوقير يا قفك على حسا حالده وشوغو وحا إلهي أوسينا يا أجر آدوين مضاعفة. لا إله معبود حق لو عابد متر إلا الله ألم ويانه وحده حال كليه هي لا شريك له ألا وحل وذاك متر إله نمديسا يا رب نمديسا يا أسماديسا يا صفات كيسا له ألا كليه وحوليه هي ونعدي للهين الملك ملكي يا هنشد مخلوق يا دنيا آخرة وله الحمد مهد كلي جي ويستلع الله سبحانه وتعالى
يحيي ألا واك وحنوليا ويميت وحدله وهو ألا على حي وأحد نول لا يموت عن دمانين شنك يا إنسك سوى دمانيان بيده الخير الله سبحانه وتعالى دعنتي سا خير بني الكتشرا وهو ألا على كل شيء شيء ولبكرك قدير قادر أحد أو ذوي. حديث الترمذي وصار يا حاكم ابن ماجه وعن حديث درجتي سوى حسن تهي عمر بن الخطاب صحابي الله يرى قيمها بضم بحديث كان ورينيا وحا رسولك صلى الله عليه وسلم حديث فانتي في الدمبتة مضى تسوقا انو يلي وفت السوق مركو قلو دعاء اخرية كتب الله له الف حسنة الى هاي اقرى يا كن درجة حسنة ومحى عنه الف الف سيئة الى هاي سبحانه وتعالى وحا اوكا دادنا يا كن كل قد السيء ودرجات أو محد ذنوب أو ألا كرهديا ورفع له ألف ألف درجة كل غبستي ودرجاهنا إله واسينا يا سبحانه وتعالى مليومات ذنوبنا ولا كرهديا مليومات أجورهنا الله واسينا يا دعاء يرك وبنقطع آخر يوم رقصوغ الجليو مركا أجر كوين عظيم كميشا لقيه ليو حوالي يدكو سوغ مركا يتشوغان وحيكون مشكول سيهين تجارة يبقصب يقنعسي نير إله وإلا سيه سبحانه وتعالى قفت مرد حيلة الله حسكي حسوس تعالى أجرك أنت الله يقولي الدعاء إذا تعس المركوب الدعاء دعاء الله أخريه إذا تعس مركو ترنتهوضه المركوب متك وحفوشا هذه قفوة قاليد فوشا قاليد كولا ترنتهوضه وهجال إذ ما يدى بدي أوسى ما إلا ترنتهوضه أما ما لا يتوضع به دعاه آخر سنة بسم الله أي أرنية أسامة بن عمير صحابي اللي يلعب حديث كورنية وحديث كتتمدي سوايا هاي صحابي أسامة بن عمير أي أوحي إليه رسولك عليه الصلاة والسلام أي أن دابد لفو شناء دابد باتر تروطي مركاتا وحن إلي شيطان هلاك قدع أما هلاك شيطان وبان إليه مركاتا نبي قلعي عليه الصلاة والسلام ها أرن شيطان هلاك قدع هديها السداة إلى هذا الشيطان كو إسلوينانيا وحوين أو ضدك دباتين إسواركيا إلى أمرك الدنباء سقعة قري وين أو بارك الدار وين اللاقي هاي وحاتر هذا أمرك أصول شيطان كنت تسلح وين هذا وحو غرانيا أوضي إذا يحوق إذا واقع وحاتر هذا بسم الله ده هديها بسم الله ترى هذا الشيطان كو ويرانيا وحير اللي تنغنيا إلى أمرك ذنب الدخصلة كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام مكاتر تروتو أما نجح كتر تروتو عديد وصعانا يا أما وحفو شنبا أما الدابد يقول كتر تروتو أذكار تسا أخر نيسا كتسا أخر نيسا وأجر فربضنا وكتره حديث كاس أبو داود وريد الجلس وصحيح دعاء المسافر للمقيم حباب إيهاي دعاء قفك مسافر كسفر إياه وقد دعيه للمقيم قفك شوغاء أنتقن قف هذا سفر وإنه إنه غمرا وحال دون يا إنه أدعي يقفكي أكتغي مغالبا أكتغي حاسكي سيعرورتي سهل نقدان معرفي أصحابتي سيجيران كهل نقدان إنه أسي دعي يا لغبا يقول إنه أدعي ورشاق هذا الحقوب الآبي دعاء وقفك سفر يا دعيني أستودعكم الله إلهي بان إذين وذي عدقي بمعنى إلهي بان إذين أمانا دقيوه إلهي أمني سيء أما نبي سان إذن دقوات كتشرتان بلا أركي ميسان الذي الله لا تضيع أنا يضيع من وأنا يبيله يضيع أرك وذائعه وحا إسان اللي أما نبكته الله وحا اللي وضيع أي أما نبكته أنا ضيع أركين الله سان إذن كؤامنه إذن وضيع أي أما نبكتي أمني إيا أما نبي إلهي ما كتشرتان ضيع من ميسان قفو سهي لهذا نبي صلوات الله وسلام عليه قف وحي يرمكو سفر يسدى يلاذا أما قفكو مكو إنه سفر دونه سدى هاي يلاذا عدة وكتغيه أجرك إنت عليك أيا قفكو دي فإذا إنت عليك باكتر توقفكو إله يردد كيسي أسري أمان قرين إياه حديث كاس أحمد بن ماجه وسوسع رواه الحديث صحيحة دعاء المقيم للمسافر دعاء دعيه قفك تشوغة للمسافر كسفر يدعيه أستودع الله إلهي بأن وذيعه يا أمانة لغيا دينك دين تاله بمعنى إلهي دين تاله هكون نبت قليو
وأمانتك أمانة ذاتنا إله يكون نبت قريو وقواتيم عملك عملك قبل قبل سيكوضا بينا إله يكون ذي عئي أمانة قريو. مرك حديث سالم بن عبد الله بن عمر صحابي قاس إنك سيبا ورنية أو عيني إنك سي آبها وحوها مرك سفر إنه قال دمعيه وحو أرنك ري بعدس وأخرنك ري انتو إلى رئيسو دوو aan ku wada cadhigo sidii rasuulku (alayhi salaatu wasalaam) ii wada cadhigi jiray marka uu tagaayo. Marka amaanada halkan ku jirta waxaa loo jeedaa de ehelkiisii iyo cidda uu ka tagayo ayaa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga sii tagaya oo kaga wada cadhigaya. Wazawadaka allahu taqwa waghafara dambaka wayasara laka alkhayra xaysuma kunta. Zawadaka allahu attaqwa alla tacabsi فوضك الله الله كقصه يو التقوى لك عبس إلهي صحيحة كغبقه يزاد وغفر ذنبك ذنبك أغنى الله ضعفه ويسر لك الخير خير الله يسر عقوف ضيديو حيثما كنت ميل والبؤات شوقته متقف وليس دعيني زودك الله الله كقصه يو وزاد يصحيحة كغبقه التقوى لك عبس وغفر ذنبك ذنبي أذن الله ضعف سبحانه وتعالى ويسر الله يسره فضيدي لك أذيك الخير خير كان الله فضيدي حيث ما كنت مالك استعاد شوتين مالك استعاد شوتين إلهي سبحانه وتعالى خير حقوق ما أردت سهيو خير حقوق فضيديو. ماذا حديث كان في المالك باورنا يو رسولك عليه الصلاة والسلام بان الأيمي مكاسو رسولك إله يو سفر بان دون السهي سهي السي مكاسو نبي قد دعاء كيري عليه الصلاة والسلام صحابي با دعاء دعاء انت أبو غيري اي زياد رسولك إله يو مكاسو وحيري وغفر ذنبك إله ذنبي هذا دعفو دلو وحيري دعاء اي كردي ويسر لك الخير حيثما كنت خير كان الله قوف ضيدي يوم يلو البيئات شوكتيد والحديث كان يقول براد جنة يقف مسافر كاه إن دعاتنا لديه كره لغو دعين كره كيه رأينا صومر رأينا لغو دعين كره وياه وانا حديث فرمدي ورمي وصحيح التكبير والتصبيح في سير السفر وحبابيه التكبير تكبيرت إله الله تكبيرت الله أكبر لي إله ذو يوى التصبيح تصبيح لا الله لا تصبيح صده في سير السفر سفر كمرك لغو صعده. قال جابر رضي الله عنه وجابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري كنا وحن وهين إذا سعدنا مرك أن ميل تاغ كرنه وميل شيرأ يميل تاغ أن قبحينه كبرنا وتكبيرا شرنا الله أكبر من أورن شرني وإذا نزلنا مرك أن دقننا بمعنى مرك أن ميل بعد عكد عدعينه وكذا دغينه سبحنا وتسبيح سنشرنا سبحان الله أيان أورانشرنا بخاري حديث كوريا وانا حديث صحيح. دعاء المسافر إذا أسحر دعاء واخين أيوه قفك مسافر كأه مركا وادع الإدماء حل دنبئه المعركتي سحورتيا أوتشوبه أما مركا ومعركتي دغوه وادع الإدماء حل دنبئه أبين كامكو دغوه سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. حديث كان لوصيات بكيمد يضع سمع سامع أي تهي ولشد مركز ميمك لنا فتحيه كردك يشد لي صغدر وسمع ليلة هذا يضع وصدك يضع شد الآن لغدي أو سامع ليله هذا لقد متني وحين قرن سمع سامع قديم يمكن الشد الله نكرده وحين قلت سمع هجسيه سامع أي سامع سامع أي سامع قولي هذا الكيغ متى مغلي هجسيه إذا أنا جاهين بحمد الله ما هدا الله أن الله ما هدا نقيه هدي منك وغصب رؤانا لشيرنا سمع سامع هدي ليرادو سمع وحا مرخاتئة
مرخاتي النقضي سامع مد مرخاتية وحاني وحا مرق اه وحاضري ومرق اه سامع مد مرق اي مرخاتية بحمد الله علينا بحمد الله مهد اللي انا امهد نقينه تافين غنس ومرك دي ملايكتي يعيدي كود ويدا بشر عيد با ان المقلة يصوى قبتوري حاضر وطاي مهد الله امهد نقيس لولا هو الغضب دي مرك هدي ميم كساء وشري الراشد اللي قبل وسمع هجر سيو اللي انا سمع هجر سيو سامع اي سامع قولي هذا الكيغا متك مقلة يا حجر سيو عدان إساق أهين بحمد الله ألم هدي سان أمهد نقيه يو حسن بلائه نعمدي سونا قيدة علينا دوش يدا كموقتة وحي النعماء بلائده بعد النعمة هذا الوجه داي نعموين كيسا دوش إنا كموقتة ونا قودة حجر سيو عدان أنك أهين وشي قونا إله أمهد نقيه ربنا ربك يو صاحبنا إله نلتش وإله نرصعه سفر كيلا انت نفترنه وأفضل علينا إله ديرات نسيه وفضل إيا خير نسيه عائدا بالله حال أن مغنقل أيه بالله إلهي أن كم مغنقل أيه من النار النار أن كم مغنقل أيه مركوة منصوب على الحال سمع هجر سي سامع أي سامع قولي هذا الكيلا متك مغليا عدك لهجر سي بحمد الله مهدع اللي أن أمهد نقينه يو حسن بلائه علينا وحسن وناق بلائه نعموين كي سأله نو نعموين وناقيرا علينا دوش يو نو نعموين ربنا ربك يو صاحبنا نلتشف ونرصع سفرك أنت نكترنه وأفضل علينا إلهو ليراد يفضل لفضل بدن إلهو نصيه عائدا حالا مغنقل أيو بالله ألا من النار نار أن كم مغنقل أيو حديث الدرجة سواء مسلم أو صحيح الدعاء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره الدعاء دعاء الأخيو إذا نزل مكو غفك دقو منزلا مكو غفك ميل دقو في سفر سفر إساقو كتشرة أو غيره أما إساقو أن سفر هين ومقالة دقنا أو قره ودقنا أنتو كقوري قرك لأقوري أعود وحن مغنقل يا بكلمات الله إلهي كلمته سأتى مات دميس كترا من شر ما شيء شركي بان كم غنقل يا خلق الله أبو ري سبحانه وتعالى حديث هو حديث صحيحة ورانا وينوصوا من الحديث كان هذا الكيسوا قلتم لكم ميل دغو ان دعادة آخرنا ايو كتاب بقيت وريا الدار الصباح والمساء يكتري خولة بنت حكيم رضي الله عنها اي حديث كوري نيسا ورسول قحوري صلى الله عليه وسلم قلتم ميل دغا ودعاء يراه ذا لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وحبب بما إله كقوره ما شاء دقيه من النبي عليه الصلاة والسلام حديث مرة وحديث صحيح مسلم باوري ذكر الرجوع من السفر ذكر رجائي أذكار الأخرية الرجوع من السفر سفر كمرك لقصه الله أبته يكبر تكبيرنا يا قفك الله أكبر بؤلنا يا على كل شرف مل والبؤو تاك قوس الرئيسة وبلت انتي سقلتس الرئيسة كتاغا ثلاثة تكبيرات تدح جير وتكبير ثم يقول دبتوح ورنا يا لا إله إلا الله معبود حق لغو عابد الله المتر وحده حال كريقيه لا شريك له اللوح لوذا ذا متر وحقار ليه عبادات وعد يديه له إله كريقي باله الملك ملك يا إساق إسكاله وله ألك لجبا إسكاله الحمد مهدنا إساق إسكاله وهو ألا على كل شيء شيء لا أرتدمانتي قدير أحد أو ذوي آيبون أي نحن أنه آيبون ونقنينا تائبون أي تائبون من الذنب ذنبنا وتتوبكيننا عابدون أي مخلصون وأصافي لنا لربنا رب غيوه أيان عبايا أصافي لنا وحامدون مهدنينا صدق الله الله وارمي وعده يبوهيسي الله وكر شغواف لي ونصر الله وأهي لي أقرقار عبده أدون كيسا وهزم الله واتشبي الأحزاب كويس صوبها يستي وحده حال كليقي ولا تشبي أما كليقي ولا تشبي سبحانه وتعالى بخاري مسلم حديث كورينية وأنا حديث صحيح أو هياس
kuwa ay soo baxayste oo Allah u jabiyeen oo maalintii yoomul khandaq weeyaan ma yaqulu man ataahu amrun yasurruhu aw yakrahuhu ma yaqulu waxa uu oranayo man qafta ataahu u yimaado amrun arin arinkaas oo yasurruhu farax gelinayo ka farxinaya aw ama sayakrahuhu uu nacayo haddii arin kula soo gudboonaato arintaasoo aad ku farraxdo ama arin uu kula soo gudboonaado arinkaasoo aad dhibsato waxa wixii aad oran lahayd waa tanaa kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam idaa ataahu markuu u yimaado alamru arin arinkaasoo yasurruhu farax gelinaya rasuulku ka farxinaya qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad leh alladii allihii binicmatihi nicmadiisa tatimu ay ku dhammaystiranto asaalixaati waxyaabaha wanaagsan ee saalixaadka ah allaha nicmadiisu waxa alla wixii saalixaad ee wanaagsan ay ku dhammaystirmaan ayaa mahad iska leh waidaa ataahu hadduu u yimaado alamru arin yakrahuhu uu nacayo ou la soo gudboonaado qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad leh calaa kulli xaalin xaalad walba ilaahay baa mahadsan subxaana wa tacaala xaalad la dhiban yahay oo walwal iyo dhibaay jirto iyo xaalad la bogaadsan yahay oo la faraxsan yahayba labada xaaladoodba ilaahay baa mahad leh subxaanahu watacaala umusami baa soo saaray xadiidan fii camal yowm alleyla xaakimna waa soo saaray xadiidku darajadiisuna waa saxiix min xadiidi caaisha radia allahu tacaala canha fadlu salaati cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka hadlayaa fadliga uu leeyahay salliga lagu salliyo nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala rasuulku wuxuu yihi sal allahu calayhi wasalam man sallaa qofka ku salliya calaya dushayda qofka igu salliya salaatan salli hal salaatan hal mar qofkii yani salli qofka igu salliya salaatan waaxidan weeyaane sala allahu calayhi alle wuxuu ku salliyaa bihaa salliga uu igu salliyay sababtii casharan toban jeer baa alle ku sallinaya oo salliga alle subxaanahu watacaala lagu salliyo waa ammaan rasuulka la ammaanayo salliga lagu salliyo rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi marka hal mar qofkii rasuulka ku salliyaa ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ugu abaalgudayaa toban jeer nisna alle uu u naxariisto u dembi dhaafo xadiidkaas waxaa warinaya muslim axaadiisa saxiixada ah waqaala sal allahu calayhi waalihi wasalam laa tajcaluu qabrii qabrigayga ha ka yeelina ciidan ciidyaan laga dhigin yacni meelaad ciiddu sanadkii mar bay soo noqotaa oo sanad waliba waa ciid baa joogta meel aad sanadkii isugu soo noqnoqotaan oo sanad waliba isugu timaadaan qabrigayga yaan laga dhigin wasalluu calaya igu salliya faina salaatakum salliga aad igu sallisaan tabluqunii way soo gaadhaysaa xayu kuntum meel walbo aad joogtaan salligiinu waa isoo gaadhayaa ibnu taymiya calayhi raxmatullah waxa uu leeyahay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa salligiinu waa isoo gaadhayaa buu rasuulku leeyahy sal allahu calayhi wasalam qofka aniga meeshaan ku aasnahay oo madiine ah ku dhow xagga deegaanka iyo midka xagga deegaanka ka fog mid waliba hadduu igu salliyo salligiisu waa isoo gaadhayaa looma baahno qofku inuu soo durduriyo qabrigayga salliga la dul yimaado igu salliyo marka sidoo kale wuxuu leeyahay sheekhu xadiidka wuxuu daliil u yahay in aan safar loo geli karin ziyaaro qabrigii nebiga la soo ziyaarto ama qubuur kaleba in safar aan loo geli karaynin abu daawuud baa wari xadiidku waa saxiix iyo axmed waqaala sal allahu calayhi wasalam albakhiilu qofka dhabcaalka ee bakhaylka ahi man waa qofka dukirtu la ixuso cinda waqtiisa laygu xuso laygu soo hadal qaado fa falam yusalli calaya aan igu sallin kaasaa bakhayla buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasna tirmidi aa wariyey waana xadiis saxiix ah waqaala sal allahu calayhi wasalam ina lilaahi malaa'ikatan alle wuxuu leeyahay malaa'ig sayaaxiina malaa'igtaasoo wareegaya fil ardi arrada wareegaya yuballiquunii waxay isoo gaadhsiinayaan min ummatii ummaddayda waxay iga soo gaadhsiinayaan assalaama salaanta iga soo gaadhsiinayaan xadiidkan dhasna wuxuu boohinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam salliga lagu sallinayo iyo salaanta salliga ku dhex jira inay shani aada u weyn tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala u fadli badan ka siinayo xadiidka darajadiisu waa nasai baa soo saaray xaakim waana saxiix waqaala sala allahu calayhi waali wasalam maa min axadin qof ma jiro yusallimu calaya isalaamaya ilaa hadduu isalaamo radda allahu calaya ruuxii
إلهي با نفتي دي يروح لي دي يقصوا عليا حتى أرد عليه السلام إلى أن سلامت أن قطع أبو مركا يرزوك لي صلوات الله والسلام عليه. الحديث معناه كتر وحويان إلهي با حقق قرانا لكن معناه كتر وحويان قال سبحانه وتعالى رسولك تمرك الله قصة لي ولا سلامه إن نفتا إن تألوا وكسوا عليه إن مركا ورسولك سلامتي كتشواب أيه صلوات الله والسلام عليه عدي مركا فوصلانتي. باب حباب إفشاء السلام سلامت فافنتي وقفك حقوق المسلمين تود حيث كمتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة جنر قري ميسان حتى تؤمنوا إلى الله ميسان بمعنى إلى ذي ما دم يسر الله ما دام ولا تؤمنوا أن لهم إن ميسان إيمان كينوا إيمان وعن مقن مايو حتى تحابوا إلى ذي استعلاتان أولا أدلكم ميد تسا على شيء شيء ميد تسا إذا فعلتم هدات إذا فعلتموه هدات ميسان تحاببتم آد استعلان إيسان يعني ميد تسا وحديعة ميسان آد استعلان إيسان أفشوا السلام سلام تفافية بينكم بحر النفافية من النبي عليه الصلاة والسلام فكسلامة أو فافين تهدو وحيكم تهي أسبابها مسلمين تأسوا صدومة أو تلقعلتو يدا قلبي ودا كتر تأسوا فرا أو سورهين بدلنا أي كدلتو مسلم بحديث كورينية ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان ثلاث أي ثلاث خصال سبح أرهموت من جمعهن قفك أروريات شمعية فقد جمع الإيمان إيمانك قفك واتمعي وأوريي كو الإنصاف أقرصوري أرو قرصورت وعدالة سميسة من نفسك النفط هذا نفط هذا وعدالة سميسة وواجباتك يحقوق ذا اللي قوله إياه النفط هذا إنه كسو بعضه كل هذا حقنا أنا بيعين حمد الله إياه مد آدم مد والبابا وبذل السلام سلامت إناد بحصه للعالم أي للناس ذاتك إناد سلامته عالم محلوك إذا إمنك ذاتك يبالوك إذا ذاتك إناد سلامته لجميع الناس للعالم أي لجميع الناس ذاتك أودا إناد سلامته والإنفاق يوح بحين أدوح كبحسه من الإقتار يعني فقري أدوح كبحس إقتارك وقفك معيشة كو أدكتها إنه لا شعريرك كوتها قفك إنه لا شعرير كوة وصبولة وقود كيسي يرزقي سعيري ليحبان هيثن وحا عريرك وكوها يستو وحكا بحيا يوحي كم تهي من جمع الإيمان بيتم تهي وكما عن شايتك حوية بذل السلام للعالم وي بخاري وحديث صوتاري والحديث صحيحة. طيب وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا نبا سأل النبي نبي سؤالي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير إسلامك قيبها وإسلامك ككوبيه قيبته وخير بدن قال تطعم الطعام راشنك بحين إساء وضبك قود إساء كقاتون يا مريات سين إساء كأهدن مريات كقاتون يا عنات سين إساء وكأهدن مريات سين إساء وكبكوة دوين إساء تطعم الطعام وتقرأ السلام سلامت أبقو أخينا إساء والسلام إساء على من عرفت قفك أتقرن إساء ومن لم تعرف كأهدن قرن إنباء يوم البخاري وحديث الصوصار والحديث صحيحة. طيب باب حباب كيف يرد السلام على الكافر إذا سلم كيف سيدا يرد سلام سلامة وقع ضياء على الكافر قالك إذا سلم هدو سلامه هدو قالك سلامه وسلام عليكم أوك يراده سيدا سلامة وقع ضياء إماها معنيه هدو good morning إيه how are you إيه تحيانك أفتى باسده وقلها الله وباب يده مرتاد سلام ما هو حاسي وأن وحي جاهليك وهرشوك إذا سلم عليكم هدو أي هدي سلامان أهل الكتاب كتاب أهل كيسو يهود ونصارى فقولوا وحا في الأهدان وعليكم لها إن نقول صلوات الله والسلام عليه وعن سلام تهدي يهود ونصارى إيه مجوس وحا سلامان وعليكم أقول شوابا وسلام تقفكم أركوك سلامه السلام عليكم وكي هذا حال الدنيا وشرع هذا قصوا أنقفك أنت وكي يرينا تلاهضه أما إنك بدن آت تلاهضه إنك يرتمو أنك تلا ممنوع مثلا وعكو يري السلام عليكم ورحمة الله وإنا تلاهضا وعليكم السلام ورحمة الله أما عدو قبض إسائيه ورحمة الله وبركاته أقدرته
لكن أتقع بصوه إسوك يريد السلام عليكم ورحمة الله إنا تراهضه وعليكم السلام كليا وممنوع ويا الله حليه وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها هذه السلام لدين سلامه وحي سلامتي كجوابتان وسلامتي أكقادان بأحسن منها تي لدين كسلام متكوعا أو ردوها أما سلامتي لدين يريه قاد أو يدي مدلا من قفك كلها لكن إن كان يرمورا كره يا عيدك وعد طيب بل رسولك صلى الله عليه وسلم وحاوليه سيدا عليكم قد شواب يهودا يا رسولك توي ماذا وحي أورنجرين السلام عليكم بأورنجرين يعني قيري لما فرعنا إذن قد عضي والسلام هو قيري ده الدين لهم كلا قصة عرماشا بركاته النبي قد أورنجرين عليك ساسنا صحابة وشارينا إبادان وعليك إن إبادة يهود يا كريستان فصاو سلاما الدعاء عند السماع السياح الديك والنهيق الحمار حبابي الدعاء والدعاء يذكر الله آخرية عند سماع السياح الديك مرت الله مغلو ديك عديسة يا والنهيق الحمار يا دميرك عديسة مرت هذا مقشا واحد آخرنا يصور إذا سمعتم هداد مقشان سياح الديكة ديك عي عديسة هداد مقشان يصور هبينك عييا أما يصور مالنتي عييا فاسأل الله ألا ويديست من فضله فضله سإلهي ويديست فإن لها بهاشا ديقاها ديقاها رأت وحي أرتا ملكا ملك بي أرتا يغم وغضمك إذا واقيصه وإذا سمعتم هداد مقشان نهيق الحمار دمير عدي هداد مقشان فتعوذوا بالله إلهي كم ينقل من الشيطان الشيطان لك من ينقل فإنه دميركو رأى شيطانا شيطان بو أركاب النبي يقول عليه الصلاة والسلام وحديث كانت نورنا يا إمام البخاري الدعاء عند سماع النباح الكلاب بالليل الدعاء دعاء الله أخرسكي ذكر الله أخرية عند سماع مركا لما قلوات كيدا نباح الكلاب أيد عدودة بالليل هلينكي إذا سمعتم هداد مقشان نباح الكلاب أيد عدودة يا والنهيق الحمير دمر هذا عدودة بالليل هبينك فتعوذوا إلهي كما ننقل منهن إيذا حقوذة فإنهن دمر هذا إيا كلابتو يرين وحي أركان ما لا ترون وحيدا أركان أو شياطين أي أركيان وحوية المعلمتي هبينك إذنك وحيدا أركان أو شياطين براء بأركيان إذنك دعاء أخرية ورسول الله عليه الصلاة والسلام أحمد يا أبو داود حديث كصوص على درجة سواء صحيح من حديث جابر الدعاء لمن سببته الدعاء الذكر ينوبا بهاي دعاء الآخرين دعاء الدعاء دعاء اللو دعين لمن قفك سببته أدعيده هذا القفة في لقاعدة سواء عيده دعاء الدعاء الآخرين سمكوات قال صلى الله عليه وسلم اللهم ألو فأيما مؤمن قف والباء مؤمنة قفك سببته أنعايي فاجعل إله واحد يشاء فاجعل الله ويه القفك صوى مسلم عن عايي ذلك عيدا إذا بعد الله إستدى قربة دوان شاء الله وغيّل إليك حقا أكوغ دواني يوم القيامة ما لنت يوم القيامة يعني قفوا بمسلم أما هبار عن إيري سوق دوتا ما عايي تشيريني أما هذا الأني أودف سباء كوري إله يوحد غدك تاشي ثوابا أكوغ دواني ما لنت يوم القيامة الله غدك وحديثه ورنا الإمام البخاري وأنا حديث صحيح ما يقول المسلم إذا مدح المسلم ما يقول وحو ورنا يه المسلم قفك المسلم كإذا مدح مركو أمانو المسلم قفك المسلم هذه قف مسلم وكو أمانو أمانو هذا أمانته وحي قفك الله أماني ورن لها قال صلى الله عليه وسلم وحو قفك مكر أماني سوحي أمانو يسوي إذا كان هدوية أحدكم قفك إذا كمل إذا كان مادحا مد وحمان مد مادحا مد أمانا يا صاحبه وصاحبك لا محالة تشكل الآن هذي قف إذنك إذن كم دا إنه قف أمانا أي دعيصه فليقول هاي دا هذا أحسب فلانا أحسب وحن أم علينا يا فلانا إنك هب اللي دا سدا يا سدا صنم علينا يا والله حسيبه والله ألا يا حسيبه إلهي باقرنا يا إلهي باقرنا يا إنك كان حالك يسوح ويهي نظامك لكن أنا مساسا أم لغنية ولا أزكي ظهير مايو أو حمالآن حمو حمالآن كشيغ مايو
يأذ يعب لآن على الله ألا تركي أحدا عدنا كشير ما يه أحسبه وحان أم لين يا إن كان هدوية هي علم وقفت المدعوك ذاك كافي كذا وكذا سائر ساسا أم لين يا هي لا وقفت مركا حديث المسلم باوريي يا بخاري وانا حديث صحيح باب حباب يا ما يقول المسلم إذا زكي هدو قفك إساقل ظهره وعيبك سليل لقد يقول الله أمانه ما وحاو غرميه اللهم الله لا تؤاخذني هائقبا بما يقولون وحا اي ارميان واغفر لي الله اداف ما لا يعلمون وحا اي قرنين واجعلني الله اغيل خيرا خيرا مما يظنون وحا اي اما لينيان وحا او خير كبذا اله اغلك مسلم باب خارب حديث كوريي يبيهقي وانا حديث صحيح برجلي سؤال تحي واثبت رضي الله تعالى عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ربما صحابة كم من عين كاتب ورنش ليسدى وبكر صديق رضي الله تعالى عنه وارضاه كيف يلبي المحرم في الحج أو العمرة كيف سيريبو يلبي وتلبي سنيا المحرم قفك حرمنا في الحج حجك أو العمرة أما عمرة قفك حاجك سيريبو